عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم اختبار في الفرنسية لتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي. سنقرأ النص. كاريم a un joli chaton blanc. عنده قط جميل. قط أبيض جميل. blanc c'est un petit animal. هو حيوان صغير. qui aime tourner une rond. كاريم claque des mains. le chaton fait un bond. question complète du texte. كريم a un راح تكملوا من النص. a un joli chaton. كملوها من النص. blanc قالك تخاف دون دون لو تيكست. استخرج من النص ان مون فيها هذا ان. هاي شاطون فيها هذه اللي راح نكتبو شاطون. ان فيها هذه راح نستخرجو من النص. انيمال انيمال عندي ان فيها هذه او تورني تورني الان غونبلاس افيك ايل و ال. راكم تلاحظوا ديما يجي ذا السؤال ايل و ال. كريمة ان جولي شاطون بلون. كريمة عندها قطة بيضاء. كريمة هي ال. كريم هو ايل. هنا راح ترتبوا هذو المقاطع باش تشكلوا. كان ما عندي هنا فراشة ان بابيون راح نديروا هذه الاولى. ان با بيون ان بابيون. إليف هنا فيل راح نديرو انيلي ان اون فير. قالك دير دائرة على اون بالاخضر وعلى اون او بلو هذه بالازرق. ايه فوا ما كانش اون نديروها بالازرق. نبحثوا على اون نديروها بالازرق. اون بالازرق وعدنا ان بالاخضر. ان بالاخضر ان بالاخضر. الان باغ قالك اشطب ليمون الكلمات كي نو كونتيان با لو سون او. قالك شطب على الكلمات اللي ما تحتويش على هذا. مارتو هاي ما فيهاش شطبوا عليها. ان اوتو ان كلو باتون شطبوا عليها. دون شطبوا عليها غيدو شطبوا عليها. هنا تانيا اينا ديغسون مي كاماغات. هذه نكتبوها بالكورسيف. تانيا اي نادير سون مي كاماراد. كاماراد نديرو نقطة في النهاية.